رمزي الصيرفي طالب في كلية العلوم الإدارية في العاصمة المؤقتة عدن، واجه ظروف الحياة الصعبة مع أسرته، لكنه لم يقف مكتوف اليدين، بل عمل على التغلب على أعباء الحياة من خلال حرفته اليدوية التي تعلمها منذ أن كان طفلاً. استمر رمزي بشغفه في تطوير صناعة التحف اليدوية، وقد اجتمعت الحاجة والهواية معاً. شغلتي هذه هي موهبة أو فطرة، يعني أجت لي منذ الصغر، فهي عبارة عن نوافير منزلية. فالفكرة هي ما كانت ملموسة في البداية، ما كانت مدركة، فكانت هي موجودة حاضرة في الذهن ولكنها غير ملموسة. من صنع لي الفكرة هذه هي وحدة، هي إنسانة عظيمة، ملكة حياتي، أمي حفظها الله. ليس رمزي وحده الذي اتجه إلى العمل اليدوي، فهنا في مديرية كريتر افتتحت أسرار أول مطعم خاص بالمأكولات الهندية، إذ تعمل على طهي الطعام بنفسها وتحضر كل الأصناف التي تقدم هنا. طبعاً حبيت هذا هنا من أمي، يعني أمي كانت تعمل دي الحاجات، الحلويات ودي المأكولات الحلوة، فأنا حبيت أني أتعلم منها وأطور من حالي، فعملت هذا الشيء يعني، والحمد لله نجحت فيه وفتحت الآن المشروع. وجدت أسرار في أفراد عائلتها من يساعدها على إدارة المطعم، ورغم توفر الصنعة واليد العاملة إلا أنهم واجهوا الكثير من الصعوبات، لعل أبرزها عدم توفر سوق لبيع منتجات الشباب ذوي المشاريع الصغيرة، بالإضافة إلى جملة من المعوقات أبرزها ارتفاع إيجارات المحلات وأسعار المواد الغذائية. درنا يعني شارع شارع، سوق سوق، كل محل كل باب مقفل نروح نسأل هذا الباب يتبع لمين ومن مالكه، وناخذ رقم تلفونه، وهل بيأجرون بيأجروش، وهل هذا الشيء مستأجر يعني خذ مؤجر ولا لا، وكم خذوا قدم حقه وكم كذا. وجدنا انه اغلب المحلات كلها يعني خذوا قدم من مليون، مليون ونص، من مليون، مبالغ هائلة. تأمل أسرار وغيرها من الشباب الذين يرغبون بمواصلة العمل على مشاريعهم الصغيرة أن توفر لهم الجهات المتخصصة الدعم والاهتمام، لتشجعهم على ابتكار أفكار عملية خلاقة قد تسهم يوماً في نهضة الاقتصاد المحلي للبلاد. حنين جمال، بلقيس، عدن.